عسلامة، مرحبا بالناس الكل. أنا فاطمة قلال إيبوس فتح الله، فونداتريس دو لا مارك لي ديليس دو ماما حلومة. أما حلومة سي ما غران مير، وهي اللي علمتني برشا حاجات تراديسيونيل. نعمل برشا حاجات، فهمت كيفاش؟ أما أون بوتيت كونتيتي. لي شوز لي بلو برانسيبال هما القهوة، المعجون والزرير. خاطر تعلمت الزرير على مامتي حلومه الله يرحمها، سيت اون فيي دام اللي كانت علمتني كيفاش نعملوا العوله. الناس قبل كانوا يعملوا العوله ونمشي بحذاها من الصيف للصيف، وتعمل الكسكسي وتعمل النواصر وتعمل الرشته وتعمل الفحات وتعمل القهوه وتعمل لي كونفيتور. قبل كانت تعمل كان كونفيتور نتاع السفرجل، اما توا تبارك الله عندنا ولينا برشا غله. فهمت كيفاش؟ الانواع الكل تاع الغله، تونس ولا تنتج برشا غله. فهمت كيفاش؟ من السفرجل والرمان، القوارص الكل، ولا عندنا الفرامبواز، ولا عندنا السوريز، ولا عندنا الكيوي، الخوخ. وانا طورت الخدمه هذيا، وليت نعمل لي كونفيتور بانواعها الكل. بون جينيرالمون لا سيزون دي كونفيتور دي في الصيف، خاطر الغلال السبعه يهبطوا في الصيف، دونك وقتها فما الخدمه الكبيره. توا نخدم تيشة. سينو نعمل زيدا خلف الكونفيتور القهوة، هذيك على طول العام لعبت كل بريس كل يوم يجي ويشريوا القهوة سبيسيالمون في رمضان. هذيك خدمتها القهوة سي كهو، يقفل معجون مع العباد ما عادش تاكل معجون، دونك ياخذوا قهوة. بالنسبة للزرير نعمل زوز انواع تاع زرير، نعمل الزرير العادة اللي هو ججلن بوفريوة، ونعمل الزرير اللي هو بالفاكهة، يعطيوه جينيرالمون للنفسة بيدها اللي باش تولد، والا يعطيوه للي بوغ لي زونفون انيميك. لي برودوي اللي انا نستعمل فيهم كلهم 100% ناتوريل. القهوه نتاعي زاده 100% ناتوريل، القهوه المعجون الكل زاده 100% ناتوريل، ما فما حتى اديتيف شيميك. يا الغله سكر وتشيشه قارص بوغ غاردي لا كولور دو لا كونفيتور. نشجعكم ياسر باش تزوروني، مرحبا بكم، ونشجعكم باش تكونسوميو التونسي، نشجعكم زادا باش اذا كان فما نساء في الدار اعملوا حاجتكم في الدار، راهي انظف وبلو ناتوريل. وكونسوميو التونسي، راهو عندنا كل شيء في تونس. ومرحبا مرحبا بوانتين وبضيوفي الكرام، وكاهو وسلامه.